السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي صفحتنا، صفحة أسرار التوحد وأسرار الصحة العامة والطب الوظيفي. ورحب بكم في هذه الخاطرة، نتكلم فيها عن ما بدأناه سابقا، وهو الذكاء الاجتماعي والذكاء العاطفي ومشاكل وصعوبات التواصل اللي تحصل عند الناس اللي عندهم صعوبات في التواصل العاطفي أو في الذكاء العاطفي أو في الذكاء الاجتماعي. أي ودائما نأكد على أن نمو قدرات التواصل العميقة واحدة من أسباب النجاح والاستقرار النفسي في المستقبل بالنسبة لأطفالنا، وأيضا للأخوة البالغين اللي عندهم مشاكل في قدرات التواصل وعندهم مشاكل في قدرات الاستقرار الاجتماعي أو في فتح العلاقات أو في فهم الناس أو في توصيل الأفكار أو في غيرها. مواضيع جدا مهمة. شكرا أخواتي بناتي، أرحب بكم. أتكلم معاكم عن موضوع عميق جدا، أرجو أن تتفهموه. هو موضوع الحقيقة نادر ما يتم تسليط الضوء عليه، اللي هو الذكاء العاطفي بمعناه العلمي وليس بمعناه التسويقي اللي هو يتكلمون عنه كثير بالمؤسسات الربحية. احنا نتكلم عن مشاكل حقيقية يعيشها الإنسان في بيئته الاجتماعية، في علاقته الزوجية، في علاقته مع أولاده، في تحاوره مع المجتمع، في قدرته لاستنباط الأفكار من الآخرين وكيفية التفاعل مع المحيط في العمل وغيرها. من أعراض ضعف الذكاء العاطفي هو تحول الإنسان بدل الاعتماد على عمق الفهم العاطفي إلى شكليات التطبيقات الاجتماعية. يعني شنو معناها؟ شوف أنه كثير ناس يلحون على الواجب الرسمي في العلاقة الرسمية، وهذا غالبا مو دائما. يعني أكو ناس لا تلتزم بشكل العلاقات، بمعنى الواجب، الهدية، الزيارة للمريض، الذهاب للمستشفى، مباركة الأعياد، مدري شلون تجيب هدية بالنجاح، تجيب كذا. هذه الأشياء اللي غالبا ما احنا نستخدمها في اجتماعياتنا يعني موجودة عند أكثر الناس، وهي شيء طبيعي. لكن عندما يتم التركيز عليها تركيزا قويا فهو انعكاس الحقيقة لتفهم خاطئ للعلاقات الاجتماعية، بمعنى أن العلاقات الاجتماعية لها جوهر ولها شكل. شكل جوهر العلاقات الاجتماعية هو الاستمتاع والأنس والتواصل الحقيقي والسؤال الحقيقي والمساعدة الحقيقية، ويعني الدخول عمقا في العلاقة الاجتماعية والاستمتاع فيها والكلام والنقاش ويعني شربة الشاي أو الزيارة البسيطة أو البقاء مع الشخص لفترة أطول بالاستمتاع. هذه جوهر العلاقة اللي هي بها التفهم، بها مشاعر. لكن عندما تضعف قدرة الإنسان بالاستمتاع بالعلاقات الاجتماعية يعني يجد صعوبة في أن يعني في هذه النخيصة اللي تصير، فطبعا يحاول أن يعمل ما هو قادر على فعله اللي هو الالتزام بشكل العلاقة الاجتماعية. فينعكس ذلك على طريقة مبالغة، يعني مثل واحد سمع قليل فيبدي يحكي بصوت عالي لأن يتخيل الكل ما يسمعوه. نفس الشيء بما أن يعني أنت واحد يجيك للبيت ويسولف وياك باستمتاع وتحس انه بس يريد يبقى وهاي، وبالاخير يشوفك انت مشغول ويريد ينسحب. انت تعرف بان هذا جاي عليك، بس ممكن يجيب لك هدية ويقعد رسمي وما تحجون انت غير امور شكلية ويطلع. هو هذا سجل حضور لكن ما اعطى عمق العلاقة، اعطى شكل العلاقة. فطبعا التحول نحو الالتزام في شكل العلاقات الاجتماعية والابتعاد عن جوهر العلاقات الاجتماعية
يعني واحدة من مشاكل ضعف الذكاء الاجتماعي أو ضعف التفاهم العاطفي اللي يحصل أحيانا عند البعض. و يعني مثلا طبعا عندما تستطيع أن تتفهم العاطفة للآخرين وتستطعم العاطفة أنت أثناء زيارتك الاجتماعية للناس أو حتى في العلاقة الزوجية، تستطيع أن ستبدأ تغير قيمك بالنسبة للعاطفة، فتصبح يعني الكلمة الطيبة من الزوجة والابتسامة الجميلة والنفس العميق في أنه تفرح وتخدمك، والخدمة الخفيفة اللي تصير تصبح لها قيمة أكثر من قطع الذهب والموبايلات والحاجات. فراح تصطف الأمور ضمن قيمها الحقيقية، وهذا يساعد على نضوج العلاقات الاجتماعية، على هرمها التواصل الصحيح وعلى قيمها الحقيقية بعيدا عن الشكليات. وهذا طبعا سبب كبير لاختلافات كبيرة في العلاقات الاجتماعية، لأنه أنت بمقياسك إذا كنت ممتاز في قدرتك في التحسس العاطفي أو في الفهم العاطفي والاجتماعي، راح تبدي تقيم المواقف بقيم مختلفة عن الشخص اللي يكون ضعيف في قدرته في التواصل الاجتماعي أو في الذكاء الاجتماعي أو في الذكاء العاطفي. راح يقيم الآخر القيم المادية والوقفات اللي هو يفهمها، يعني الملموسة الرياليتي الواقعية، بينما أنت تقيم الأمور الروحانية، تقيم النفس، تقيم العاطفة، تقيم الموقف الاجتماعي، تقيم المدارات المحيطة، تقيم الصبر اللي يصبر عليه الآخر، اللي هو مثلا صبر الزوجة عندما تضغط عليها. تبدأ تقيم أمور الآخر لا يفهم في تقييمها. فشي يصير النقاش مثل بين الأخرس وأطرش، يعني كل واحد يتكلم عن أمور يعني هو يراه بمنظاره مهمة جدا، والآخر يرى الشيء الآخر هو المهم، فتصبح الأمور هذه يعني مدعاة للاختلافات المتكررة وللتباعد أكثر وللحيرة في علاقة يعني يجد أطرافها بأنهم يبحثون عن حلول لأن يتقاربون، والواقع أنه يبعدهم للتباعد أكثر. وهذه الحقيقة مأساة، مأساة مكررة في زواجات كثيرة. البارحة صار حادث، يعني حدث أنه أنا كنت أشوف، كنت أريد أزور شخص يعني جاي من الخارج، فأثناء زيارتي طلبت أم الجهال أنه أخذ ابني اللي هو متوسط العمر يعني بالمتوسطة حتى يتعلم أمور زيارات اللي هو القادمين من الخارج أو المبارك على سلامتهم أو شيء. فأنا طبعا هذا موقف طبيعي حلو، فأنا ذهبت إلى أن أخذ ابني فوجدت منهمك بلعب شديد مع شخص آخر أيضا هو ابن هذا الشخص بعمق ومستمتع جدا في علاقة اجتماعية رهيبة. فأنا قدمت هذا الاستمتاع على تلك الزيارة فأجلت. فأثناء ما رجعت سألت يابا أخذت معك؟ فأنا طبعا يابا هذا هو مستمتع وهذا أفضل. فأصبحت الزوجة تلح أنه لا هذه أهم، فظلينا في نتكلم. فكان الاختلاف هنا اختلاف في النظرة اللي لها علاقة في تقييم قيمة الحدث بالنسبة للمنطق اللي احنا نتكلم به، منطق التواصل. طفل يعني في هذا الجو يستمتع مع طفل آخر بلعبة أو بلعب نظيف، هذه فرصة عظيمة. أما الزيارة فهي شكليات، شكليات هو لا يستمتع بالزيارة لأن الجاي هو رجل كبير، لكن
فأنا أريد أعمق الذكاء العاطفي، فأنا أترك هذه الفرص وأستثمرها وأدفعها وأوفرها. فهذا الخلاف يعني نابع عن عدم قدرة تفهم أحد الأطراف مثلا لفكرة التواصل، وهذا يحصل طبعا يوميا في العلاقات الاجتماعية. نحن نختلف فيما بيننا البين في قدرتنا على تفهم التواصل وقيمة التواصل في العلاقات الاجتماعية وفي استقرار العلاقات. فهذا طبعا مثل، وهذا المثل دائما يصير، طبعا يصير أيضا في قضية ملحة الزوجة على إيداء الواجب مثلا، أو بالعكس ممكن يكون الزوج ملح على أداء الواجب والزوجة تكون أكثر قدرة على التفاهم العاطفي والاجتماعي. ف يعني تعرف قيمة الموضوع، ها يا بعطيت هذول عيدانية دير بالك ما أدري شنو، سلمت على فلان حطيت فلان. شوف هذا هو شيء حلو أكيد، لكن المشكلة وين؟ هو أن تنحسر العلاقات بشكل العلاقات، وهذا طبعا يؤدي إلى اختلاف الموازين، لأن الأصل في العلاقات أن تكون مبنية على القناعة وعلى المتعة، وهي هذه العلاقات اللي تطورنا واللي تبنينا. وأما العلاقات اللي نسويها إحنا التزاما من أدنى للمجتمع، فهذه فقط لدفع الشسمة يعني هكذا، لأنه نسوي الأشياء اللي يرضى بها المجتمع، لكن ما يترك الأثر في قلوبنا هو الأشياء التي نقتنع فيها واللي يكون فيها بعد آخر اجتماعي. هذه صورة أيضا من صور مشاكل الاختلاف في العلاقات في الاجتماعية اللي مبنية على عدم قدرة أحد الأطراف ربما على تفهم عمق العلاقات الاجتماعية واستذواق طعم العلاقات العاطفية، وتحول الاهتمام إلى أمور أخرى. في علاقات الشخصيات اللي عندها شيء من ضعف التواصل الاجتماعي، غالبا هي تكون يعني عقلياتهم فيها نوع من التهيج، في لذلك المنظار اللي ينظرون فيه الأحداث يكون مختلف عن الشخصية اللي تكون أكثر توازنا. من مثلا على سبيل المثال الفزة السريعة من الأشياء، هذا يعني شي يصير طبعا هواية صور لها علاقة بالتهيج. مثلا عندك عدم القدرة على النوم إذا وجد أي نوع من الضوء، الانزعاج من الطقطقة والقرط والألتش وكذا، أيضا الانزعاج من المفاجأة في الزيارة أو تغيير النظام بصورة مفاجئة، الكره الشديد لشخصيات والحب الشديد لشخصيات بسبب مواقف أما سلبية أو إيجابية، يعني شعور كبير بالفضل لمن أزدى إليك معروفا أكثر من الطبيعي، وشعور كبير بالانزعاج لمن أخطأ بحقك ولو خطأ بسيط. هذا المبالغة وهذا التهيج اللي يصير على السلوك البشري يخلي اختلاف في القياسات دائما نركز عليها. فدائما أنا ليش أوعي بهذا الموضوع؟ حتى نخلي الكل يتقاربون أكثر ويفهمون أنه المنظار مختلف، أن النظارة اللي يشوف بها العقل المتهيج للحياة هي نظارة مكبرة، فهي ترى التفاصيل بدقة، وربما أيضا تتوقع الشر أكثر وبسبب تقريب، ومتهيجة وملحة وغير صبورة وراغبة بإداء الأمور بدون يعني بدون صبر وبسرعة وعلى أتم وجه، وهذه كلها بسبب وجود اختلاف بيولوجي في العقل البشري اللي يدفع باتجاه أنه البرفكشن اللي يصير أو الدقة اللي تصير أو ولا تغير بسرعة، لأنه أنا أتعب، أنا لازم كل شيء يكون عندي دقيق
فإذا أنت غيرت راح تتغير عندي المعطيات، وإذا تغيرت عندي المعطيات راح يكون الأمر علي صعب حتى أعيد ترتيبه. فتشوفها يميل إلى الجدية وإلى التصلب، وهذه طبعا كلها هي واحدة من أسباب ضعف استقرار العلاقات الاجتماعية، ويعني التعب اللي يصير من قبل هذا الشخص أو هذه المرأة في علاقتها مع الزوج أو في علاقتهم مع المحيط. يصير عندهم صعوبات في أنه يعني يتقبلون المحيط على بساطته، بمعنى يعني يصير صلب متصلب صعب، غير قادر على أنه يعني يعيش بسهولة يعني. فدائما تشوفه متشنج، وهذا التشنج الحقيقة يربك العلاقات، خاصة العلاقات الزوجية، لأنه يفقد العلاقة طعم العفوية وطعم المزاح وطعم الاستمتاع بالآن. يعني أحيانا أنت تريد أنه تستمتع بالآن، يعني أن تقعد أن تأكل أن تمدد، أنه يقع شيء في الأرض، أنه شوية يصير خربطة. فإذا كان يمك شخص وكل ساعة يقول لك لا تطلع صوت، دير بالك أكلت من هاي هواي، سديت من هاي، دير بالك من هاي، هذا راح هيك يصير، ما أدري شنو ما أدري إيش، هذا شيء يسوي الجو كله يصير بي يعني نوع من الجدية وصعوبة في التحمق في العلاقة الودية والاستمتاع باللحظة اللي هي يعني مبنية على العفوية. فهي هذه طبعا ليست دعوة إلى العفوية وإلى الفوضى، ولكن هذه دعوة للبساطة وإلى الصبر وإلى إعطاء الوقت للآخر في أن يستمتع في الآن، بعيدا عن الحساب المتكرر أو التنبيه المتكرر. وهذه طبعا هم نرجع نقول كثير من الناس خارج عن إرادتهم هذه السلوكيات، وهي أشبه بنوع من الوسواس اللي يصيبهم، اللي يؤدي غالبا الحقيقة أن يخلوهم هم في معاناة كبيرة، وأيضا يكون رفيقهم في معاناة، لأن اثنينهم يعانون، هذا يعاني يريد يصلح، وذاك يعاني لأنه ينضغط عليه ويفقد طعم الاستقرار وطعم الهدوء وطعم الاستمتاع بالآن. فهذه الأمور اللي نذكرها نذكر الكل فيها على أن الكثير من الناس لديهم بعض السمات اللي هي يسموها هاي فانكشنينج اوتيزم، مو بالضرورة بمعنى أنه هو لديه علة أو فيه مشكلة، إنما هذه شخصيته بهذه الطريقة، هو قادر على أن يعيش بنجاح، لكن ربما يعني إذا اختلف مع الآخر في علاقته راح يكون هو والآخر في حالة من عدم التعمق العاطفي الشديد والتفهم العاطفي الشديد، واللي يخلي هيج علاقات ربما تكون غير متطورة بسبب عدم تفهم الآخر. ففي هذا في هذه الخاطرة حاولت أن أركز على الذكاء العاطفي والذكاء الاجتماعي واختلاف العقول البشرية في النظر للأمور هذه، اللي دائما يكون سبب في أنه ينعكس على علاقاتنا وربما يأثر على استقرار زواجاتنا أو علاقاتنا مع أولادنا أو في محيطنا. أتمنى أكون فدتكم في هذه الخاطرة عن الذكاء العاطفي، وأراكم بخير وفي أمان الله.